في ناس كتيرة جدا شايفة ان محمد صلاح عمل كل حاجة مع ليفربول، في ناس تانية شايفة لا نفسها تشوفه في ريال مدريد في تجربة جديدة، في ناس ناس من اللي شاركت معانا النهاردة على إجابة السؤال ده تقول لك لا ليه ما يروحش برشلونة ليه. فالنهاردة انت بتتكلم، احنا طبعا بنفكر حضراتكم بالسؤال اللي طرحناه مع بداية الحلقة وموجودة على صفحات قناة الاهلي كلها على فيسبوك وانستجرام وتويتر زي ما انتم شايفين. بيقول هل تفضل استمرار محمد صلاح مع ليفربول ام رحيله مع نهاية الموسم؟ خلونا نستعرض معكم بعض الاجابات ونبدأ من تويتر. احمد مصطفى كان بيقول بقاؤه ليصبح من أساطير ليفربول ويحطم العديد من الأرقام. عبد الله قال استمراره طبعا. في كمان يا سام على الفيسبوك علي طه بيقول نفسي يروح برشلونة والله وحلف يعني. محمد زكي بيقول لا يروح ريال مدريد، يعني علي طه برشلونة ومحمد زكي ريال مدريد. هو على حسب هو بيشجع مين فعلا. في علي يحيى برضو على الفيسبوك بيقول يا كابتن شمس ليفربول بدأت في الغروب وأتمنى تغيير الوجهة إلى مدريد. ده بيقول إن ليفربول المستوى شوية قل والتألق بتاع السنتين اللي فاتوا أو الثلاثة اللي فاتوا بدأ يقل وهو عايز يغير أو محمد يروح الوجهة القادمة تكون ريال مدريد. طيب على إنستغرام أستاذ سعد السيد قال يرحل إلى الريال أو المان سيتي. ده وجهة نظر أستاذ سعد. بالنسبة لزياد لبيب فقال رحيله برضو، قال لي رحيله إلى الريال أو برشلونة. كابتن فتحي يعني هو أنا شايف إن هو إن لو رحل لأي نادي داخل إنجلترا هيفقد كتير. هيفقد جماهيريته كتير. هيفقد جماهيريته كتير لانه عنده جماهير دلوقتي، فجماهير الانجليز مع انجليز ويعني هتبقى العمليه. لكن هو لو خرج بره والفرقتين التانيين وقعوا دلوقتي، يعني برشلونه وريال مدريد مهما كان اسمه. طب حضرتك تفضل يخرج ولا يعني مبدئيا كده يكمل في ليفربول ولا السنه دي حظهم في خط الظهر هو وحارس المرمى بعد طبعا فان دايك، بعد اصابه فان دايك عندهم مشكله طبعا كبيرة. عندهم مشكله وحارس يعني هي دي اللي اثرت على الفرقه دي. الفرقه دي فرق بطولات لكن انهارت باحد عناصر القوه فيها اللي هو خط الظهر وحارس المرمى مش موجود، فبالتالي صلاح بيدفع الفاتوره دلوقتي، هو بيسجل اهداف بيدفع الفاتوره. لكن انا شايف قرار صعب، هيبقى صعب على صلاح. صعب على صلاح. وبعدين لو راح على احد الفرق الانجليزيه مهما كان الفرق دي مان سيتي او اي فريق او الفرق المتصدره دي هيفقد، لان الانجليز يعني عندهم حته الغيره صعبه جدا جدا، ان كل ليفربول ده هيبقى ضده، هينقلب ضده مو صلاح وكده، هيروح فين دول والتانيين ايه، فهيفقد هنا هيبقى الصراع. مع ان كان يعني كان في تعاطف كبير جدا من حتى جماهير تشيلسي مع تألق محمد صلاح في ليفربول، والتجربه مش هقول التجربه الصعبه اللي مر بيها من خلال وجوده في تشيلسي وعدم ومورينيو ما كانش مقتنع، الامور اتقلبت 180 درجه، ان كل من ينتمي دلوقتي للكوره في من خلال كل الانديه في البريمير ليج عارف قيمه صلاح. لكن النقطه بتتكلم عليها كابتن فتحي طموحات جديده لصلاح، يعني ممكن جدا وانا بفكر ان انا البريمير ليج عامل ارقام اكتر من رائعه، هل الانتقال للليجا من خلال برشلونه او ريال مدريد تجديد طموحات، عايز يلعب في دوري مختلف، عايز يحقق ارقام جديده في بلد جديد زي مثلا رونالدو ما انتقل الى الدوري الايطالي بعد تالقه مع ريال مدريد، هل ممكن ده يكون فكر محمد صلاح؟ هو فكره بس لازم يختار بقى فريق قوي، لان الفرقتين دولت واقعين فين هم دلوقتي من الدوري. ما انا برضو مش عايز اروح اديه فريق واقع وهو مظلمه. هيتظلم معاهم. وبعدين حته اللي حضرتك قلت فيهم انه جينا يا كابتن رمضان جاي من تشيلسي، بس كان جاي من تشيلسي مظلوم. مظلوم. في تعاطف فهو معاه. الناس متعاطفه معاه، فلما ظهر في ليفربول عالي قوي في ليفربول فحسوا بقيمته، قارنوا ان هو كان مظلوم هناك. ازاي دلوقتي هو عامل انجاز في ليفربول، يعني عمل انجازات كتير في ليفربول طبعا، معنى فهو لازم الحاجات دي ما ينساهاش بسرعه. وهل هيقدر يعمل زيها في المان او هيعمل فيها في ريال مدريد او في برشلونه ولا كده؟ هي دي العمليه صعبه، السنه دي صعبه له.